يعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلستها في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شعبان عام 1442 للهجرة الموافق للحادي عشر من إبريل 2021 وواحد وعشرين للميلاد لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر رمضان المبارك من داخل البلاد أو الأخبار من العالم الإسلامي بثبوت دخول الشهر الفضيل ودعا المجلس في بيان من لديه شهادة تتعلق برؤية الهلال إلى الاتصال بهيئة الرؤية الشرعية للإبلاغ بذلك مشكورا ومأجورا